حتى أنت يا بروتوس؟ الصرخة التي أطلقتها طعنة الخيانة. عندما أصابت الرصاصة قلبي لم أمت، لكني مت لما رأيت مطلقها. هذا البيت للشاعر جبران خليل جبران يلخص حال الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر. وبعيدا عن هذا البيت، أصبح يوليوس قيصر صاحب المقولة الشهيرة حتى أنت يا بروتوس، والتي نقلها الشاعر الكبير ويليام شكسبير في مسرحيته الشهيرة ذات الفصول الخمسة، والتي حملت اسم الإمبراطور الروماني. كان الشاعر الإنجليزي الكبير بارعا في استخدام الأحداث التاريخية الحقيقية داخل نصوص أدبية يحسن صياغتها بعناية، ومنها هذه المسرحية التي تظهر تقلبات النفس البشرية وصراعاتها التي لا تنتهي. وتجلت موهبة الشاعر الإنجليزي بشكل واضح في اللحظة التي قرر فيها بروتوس صديق يوليوس قيصر الانضمام إلى مؤامرة قتله. هو المشهد الذي تصوره المسرحية ببراعة عندما كان قيصر يتلقى الطعنات تلو الأخرى، وعندما يشاهد صديقه المقرب بروتوس يلوح في الأفق أمل النجاة عبر الاحتماء فيه، ليتلقى منه الطعنة التي أردته قتيلا ويقول معها عبارته الشهيرة: والإمبراطور جايوس يوليوس قيصر ولد في 13 من يوليو تموز من عام 100 قبل الميلاد، وتوفي في 15 من مارس أذار عام 44 قبل الميلاد، وإليه يرجع الفضل في تحول الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية. وهو إلى جانب شخصيته العسكرية الفذة كان خطيبا مفوها وأديبا. وتصور مسرحية شكسبير كيف أدى نجاح قيصر الذي كبر شأنه وعلى قدره إلى استيطان الحقد في قلب صديق شبابه كاسيوس، الذي نجح في إقناع بروتوس أقرب المقربين إلى قلب قيصر بالضلوع في خيانته عن طريق استغلال حب بروتوس لوطنه وإقناعه أن تورط قيصر في علاقة مع كليوباترا قد يضر مصالح روما. ومثل كثير من الزعماء الذين يثقون في المحيطين بهم ويتجردون بسبب هذه الثقة من إجراء الحيطة والحذر، لم يبال قيصر بتحذيرات وجهت إليه بأن هناك مؤامرة يتم نسجها لقتله. ذهب قيصر كما تعود إلى مجلس الشيوخ سعيدا باستقبال أهل روما عند أبواب المجلس، ولكنه ما إن ولج إلى الداخل حتى تبعه المتآمرون وانهالوا عليه بالطعنات واحدة تلو الأخرى، حتى أنه استقبل 23 طعنة لم ترده قتيلا. حتى لمح بروتوس يهرع إليه فسكنت الطمأنينة نفسه، ظنا منه أن الإنقاذ جاء على يد صديقه قبل أن يشعر بخنجر بروتوس يخترق أحشائه، لينظر إلى عينيه قائلا مقولته الشهيرة: حتى أنت يا بروتوس، إذن فليمت قيصر. ويقول الأديب المغربي الشاب محمد بن صالح في مدونته الأدبية واصفا هذا المشهد من مسرحية شكسبير: لم يكن خنجر بروتوس كسائر الخناجر، لقد طعنه في مشاعره، في ثقته به. طعنة الخيانة المرة أفاضت روح قيصر وأردته صريعا. وتقول الأديبة اللبنانية إخلاص فرانسيس في تعليق لها عبر صفحتها على فيسبوك واصفة طعنة بروتوس بأنها لم تكن طعنة في جسده وإنما في شخصه، طعنة في إرادته وفي آماله، وهنا فقط سقط قيصر راضيا بالسقوط معلنا انهزامه. ويكيتوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.